طابت أوقاتكم. الإعلام المصري الذي ولد إبان فترة حكم الحزب الواحد أوائل الستينيات ظل يبحث عن نصيبه من حرية نال منها قسطا غير مسبوق قبيل أجواء الربيع العربي، رغم أنه كان حينها في نظر الكثيرين مجنيا عليه. لكنه اليوم وبعد ثورتين وبعد إسقاط نظامين بات كما يصنفه المتخصصون المتهم الأول بعدم تمييزه بين الحرية والانفلات، وكذلك لتخليه في أحيان كثيرة عن الأصول المهنية بل وعن أدبيات السلوك المجتمعي، وكذلك لفقدانه آليات الاختلاف في وجهات النظر. وامتلأت فجأة القنوات المصرية بألفاظ الخائن، العميل، الثورجي، الإخواني، القاتل، وما خفي كان أعظم. كان الإعلام المصري يفتخر قبل الثورتين بأنه ملجأ آمن لرموز المعارضة، وأضحى يوصف بعد الثورتين بإعلام الصوت الواحد. الإعلام المصري بين الحرية والمسؤولية. في حلقة اليوم من مصر في ساعة، فأهلا بكم، والبداية مع أبرز أحداثنا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية ذات الصوارب الإسكندرية، والتي تأتي في إطار المناورة الاستراتيجية بدر 2014، ويوافق إجراء المناورة عيد القوات البحرية الذي يتم الاحتفال به في هذا التوقيت من كل عام تخليدا لذكرى تدمير وإغراق المدمرة إيلات الإسرائيلية. أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في مداهمة عدة بؤر إرهابية في 8 محافظات، وتمكنت من ضبط 75 من العناصر الإرهابية ومثير الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة. أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن لجنة التشريعات الإعلامية لوضع تشريعات تحكم المنظومة الإعلامية والصحفية ستعقد أول اجتماعاتها مساء غد الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وذلك بعد تغيير الموعد الذي تم طرحه على الأعضاء عقب انتهاء أزمة تشكيل لجنة أخرى من قبل مجلس الوزراء. الإعلام المصري بين الحرية والمسؤولية في حلقة اليوم، وفيها نستضيف الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف المناوي. نورنا يا فندم. أهلا بك، وأشكرك في البداية لتلبية يعني دعوتنا. ده شرف لي، أشكرك. الله يخليك. أستاذ عبد اللطيف، لماذا الوضع محير في الإعلام؟ لماذا دائما ربما تنحصر مشكلات الدولة في الإعلام؟ حتى قبل الثورتين كانت المشكلة تنحصر في عدم وجود حرية كافية في الإعلام، الآن انقلبت الآية، أصبحت الحرية ربما تقترب من خطوط الفوضى بعض الأشياء. يعني هو السؤال عليه إجابة بسؤال، أي وضع من الأوضاع موجود في مصر الآن غير محير؟ يعني المسألة بسيطة. الإعلام، الخطأ الرئيسي اللي جايز بنقع فيه هو التعامل مع الإعلام باعتباره فاعل وليس انعكاس الواقع. الإعلام هو ابن المجتمع، ابن الحالة التي نعيشها. الحالة المصرية عندما تكون في حالة فوضى فهناك حالة فوضى تنعكس في الإعلام. الإعلام جاز أحد الأخطاء اللي بنقع فيها، الإعلام ليس فقط ليس رسالة ولكنه مهنة، والمهنة تنعكس بطبيعة الحال بطبيعة المجتمع وما هو موجود في المجتمع. النهاردة المجتمع المصري بيمر بحالة بعدما مر به خلال السنوات الأخيرة، بحالة من حالات المسميات مختلفة، الإنفلات، عدم الانضباط، حتى مسألة التخوين والتثوير والأخوانة والعسكرة، كل هذه الأمور موجودة في الشارع في الأساس. الإعلام لم يفعل شيء إلا أنه عكس هذه الحالة. النقطة الأخرى الخطيرة والمهمة هو أنه كما غابت عن مصر في كل ملامحها أيضا في الفترة الأخيرة ملامح التعامل بمنطق المهنية أو معامل المعيار المهني والمعيار الموضوعي والمعيار العلمي في التعامل مع الأمور، غابت أيضا هذه المعايير عن الممارسة الإعلامية، فبات الإعلام الآن مرتبط تماما بمفهوم الجمهور عايز إيه. وحتى مسألة الجمهور عايز إيه وضعنا طبعا طبيعة الشخصية المصرية أيضا هي طبيعة مختلفة في التعامل مع ما تحب وما تكره. الشخصية المصرية تتابع من تحب،
وتتابع من تكره. صحيح. لكي تغضب نفسها، لكي تسب هنا، دي حالة. فالحالة دي للأسف خلقت مجموعة من الكيانات الإعلامية التي تبدو وكأنها قوية ولكنها ترتبط بمسألة الجمهور اللي عايز كده، مجموعة من الإعلاميين أو من يقومون بدور الإعلاميين ليس بالضرورة بيمتلكوا المؤهلات الإعلامية الحقيقية، ولكنهم بيلبوا حالة عند المجتمع، عند المواطن، بيعكسوا تلك الحالة من الفوضى، بيعكسوا تلك الحالة من حالة اللا مهنية في التعامل، وبالتالي باتت هذه المسألة هي القاعدة. على الرغم من ذلك إلا أن هذه المسألة ليست مقلقة تماما، لأن أي مجتمع من المجتمعات عندما يمر بمرحلة شديدة من الرج إذا صح التعبير، من الاهتزاز الشديد، هي بتمر بمرحلة من التوابع. المهم فقط أن ندرك أن هذه ما طبيعة هذه التوابع التي أتت بعد زلزال كبير، أي ما كان طبيعة هذا الزلزال وأي ما كان اتفقنا معه أو اختلافه، ولكنه وقع في النهاية. علينا أن نضع في الاعتبار أن هذه التوابع ينبغي التعامل معها بحق وبعلمية وبمهنية. هذا هو الحل الوحيد والمخرج الوحيد من الأزمة التي نمر بها النهاردة. في الحالة المصرية الآنية، هل تنزعج من كثرة القنوات الفضائية المصرية الخاصة بالهلالين؟ يعني ألا تخشى من تكرار سيناريو الحالة اللبنانية؟ كل كتلة سياسية أو رأسمالية معها منبر إعلامي تحاول تؤثر فيه على جمهور. شوف، هي النقطة هنا، المشكلة إن إحنا ما عندناش الحالة. الحالة اللبنانية حالة مختلفة. الحالة اللبنانية محددة الملامح بالكتل سواء الطائفية أو السياسية. هناك حالة محلات التحديد والخطوط الواضحة واضحة الملامح. الحالة المصرية حالة مختلفة. الحالة المصرية مجتمع في قدر عالي من التجانس، أكبر بكثير من أن يكون في هذا التقسيم الواضح. دي نقطة إيجابية. النقطة السلبية أن الحالة المصرية ليس لديها كيانات سياسية واضحة الملامح بحيث أن يكون لها أصوات تعبر عنها. الحالة المصرية ليس هناك كيان سياسي، ليس هناك حياة حزبية، ليس هناك قوى سياسية. كما ذكرت لأحد القيادات السياسية أو الحزبية في يوم من الأيام أن من يسمون أنفسهم بتعبير القوى السياسية ولا يمتلكوا من القوة سوى كلمة المسمى أنها قوة ولكنها تمتلك قوة، عاجزين عن أن هم يملأوا أتوبيسين سياحيين بمؤيديهم. فبالتالي من الصعب أو من الخطأ أن احنا نتعامل أن هناك قوة سياسية مصرية هادرة قادرة على التغيير. دي مسألة كذوبة كبيرة. طيب، بس عندنا هنا عندنا رؤساء أحزاب عندهم قنوات فضائية، وعندنا رؤساء قنوات فضائية بيتكلموا في السياسة. ما هنا ده مش تعبير عن حالة، هنا مش تعبير عن حالة مجتمعية، ده تعبير مرة تانية عن الحالة الفوضوية اللي موجودة في المجتمع. هذه النقطة. شوف، في السودان في سنة 1984 بعد انتفاضة الصادق المهدي وإسقاط نظام نميري في تلك الفترة، تحولت السودان إلى حالة شبه الحالة بتاعتنا بس في غياب التلفزيونات، حالة من حالات الكل يتحدث في السياسة، لم يعد هناك حديث في الشارع السوداني سوى السياسة. أصبح لدى السودان في تلك المرحلة، تحولت المسألة من حوالي صحيفتين أو ثلاثة إلى أكثر من 400 صحيفة ومجلة في السودان. الكل يسير في الشارع ومعه صحيفة أو مجلة بيقرأ فيها الموضوع السياسي والحالة السياسية. تلاشت هذه الحالة بعد مرحلة، دي مرحلة طبيعية مرة تانية بعد فكرة الحالة الهزة الشديدة، الزلزال الشديد اللي مر بالمجتمع، وضع طبيعي أن يحصل فيه هذا العدد الكبير من القنوات. لكن هنا السؤال، وبالتأكيد هتصل عملية فرز في مرحلة تالية. السؤال هنا عملية الفرز في المرحلة التالية، رقم واحد، المرحلة التالية دي إمتى؟ وهل هنوصل لها بالفعل بسلام ولا لا؟ اثنين، هي عملية الفرز دي هتكون على أي أساس؟ هتكون على أساس مجتمع صحي قادر على وجود أدوات إعلامية ووسائل إعلامية قادرة على التعبير وتعكس التوجهات الرئيسية، مش أقول القوى السياسية لكن التوجهات الرئيسية في المجتمع، أم أنها تكون تعبير عن حزب واحد قوي أو سلطة واحدة قوية أو شخص واحد قوي، أو أنها تكون حالة من حالات استمرار حالة الفوضى اللي موجودة في إطار ترك الكل يعبر عما لديه بأي شكل من الأشكال. دي الأسئلة اللي مطروحة النهاردة. السؤال الآخر هنا، هل هناك إدراك بالفعل لأن هناك خطورة في الحالة الإعلامية المصرية؟ أنا أستطيع أن أدعي بأنه ليس هناك، قد يكون هناك علم بأن هناك حالة متوترة، ولكن ليس هناك إدراك بخطورة المسألة. طيب، على الأقل ليس هناك خطوة لحل هذه المسألة بشكل جدي، بأن مثلا الدولة، وهي الدولة هي الفاعل اليوم عشان نكون أكثر دقة، ليست الدولة ولكن رأس الدولة هو الفاعل الرئيسي والأوحد اليوم في الحالة المصرية اللي احنا موجودين فيها للأسف. ان احنا النهاردة الحالة فيها حالة من حالات الثبات النسبي في هذه المسألة او الشكل التقليدي القديم، ولكن التغير الإيجابي الوحيد الرئيسي هو وجود الرئيس القادر اللي هو قائد بالفعل.
ولديه سلطة وتفويض كامل من الناس. المشكلة أن من يدرك على المستوى الأقل ليس هناك إدراك لحقيقة أن الإعلام يحتاج إلى حل، والحل يتطلب تدخل، تدخل ليس بالمنع ولكن بالتيسير للإعلام والإعلاميين ليجدوا وسيلة لتنظيم أعمالهم أو حالتهم وتنظيم عمل الإعلام لتحويله مهنة حقيقية وليست مهنة من لا مهنة له. هل تعتقد أن مرحلة الفرز التي أشرت إليها قريبة؟ في ظل الوضع اللي موجود اعتقد لسه شويه. في حاله من حالات المره الثانيه احنا انعكاس الواقع النهارده. الاعلام انعكاس الواقع، دي مساله يعني دي انا مؤمن بيه، قد يختلف معي البعض او كثيرين او قليل ما اعرفش، لكن الاعلام هو انعكاس الواقع. الواقع فيه مشكله، عندما نصلح الواقع، عندما نضع الواقع على بدايه الطريق الصحيح، عندما نحلحل مشكلات الواقع ونوصل للحل، في الحاله دي بس الاعلام هيكون انعكاس الحل. الحاجه الثانيه المهمه وهي أيضا في غاية الأهمية، أن على الدولة التي تقود، أن على النظام الذي يقود برضا الجماهير النهاردة، أن يحدد تماما ماذا يريد من الإعلام، مش بمفهوم التوظيف ومش بمفهوم التوجيه، ولكن عليه أن يحدد ما هو موقع الإعلام في مصر الجديدة كما يقال. السؤال الثاني هو على الدولة أن تحدد ماذا تريد من إعلام الدولة، وما هو حدوده وما هي مسؤولياته. كل هذه الأمور ينبغي أن يكون لك استراتيجية إعلامية واضحة في التعامل مع الإعلام الداخل، في التعامل مع الإعلام الخارج، في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المملوكة ملكية عامة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة للأفراد أو مؤسسات. طيب، حتى ننهي فكرة الإعلام الخاص أو الإعلام القنوات الخاصة، بس مش هننهيها للأسف لأن عندنا فاصل. طيب، كيف تفسر أن كلاً يرفع شعار الوطنية حتى ما فيش اختلاف في المادة المقدمة؟ مفترض ان كل قناة لها رأس مال خاص لديها توجه ما بيعكس رأس مالها، مفترض منطقية، انما الان لدينا اعلان الصوت الواحد الخاص. شوف، اول حاجة فكرة ادعاء الوطنية، انا ضد تسمية الاعلام بالاعلام الوطني او الاعلام الغير وطني، الجميع وطنيين باشكال مختلفة. أنا في موقعي في أقصى اليسار وطني، وأنت موقعك في أقصى اليمين وطني. مفهوم الوطنية ليس سكن. أنا ممكن أجي في اليسار؟ جدا. مفهوم الوطنية ليس سكن يمنح وليس سكن يعطى لأحد، إنما الجميع وطنيون. إنما هنا السؤال ينبغي أن يكون الفيصل والمعيار هو هل هو إعلام مهني أم إعلام غير مهني. طيب، بعد الفاصل، هل الإعلام المصري الخاص في البداية مهني أم غير مهني؟ لأن هناك من يقول اختلط في الإعلام الحابل بالنابل، بمعنى أي شخص بيمتهن في الإعلام وبيكون له برنامج على الهواء تحديدا على الهواء، صعب عليه كثيرا أن يكتب مقال مثلا. لماذا يسهل كثيرا على كتاب المقال الزملاء الصحفيين أن يقدموا برامج؟ رأينا مؤسيات باكيات في الفترة الأخيرة، رأينا زميلة بتتسبب في أزمة مع إثيوبيا مثلا، رأينا زميلة بتستضيف شخص عشان في نهاية اللقاء تطرده مثلا، رأينا حالة من حالات المزايدة حتى على الضيف كثيرا، دي كثيرا. هل دخول الصحفيين إلى عالم الهواء التلفزيون في برامجه الهوائية أحدث مشكلة؟ بعد الفاصل. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، احتفل اتحاد الصحفيين العرب مساء أمس الاثنين بأحد فنادق القاهرة باليوبيل الذهبي، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد عام 1964 وأسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد نقباء الصحفيين العرب، وأكد على دور الإعلام والصحافة في المرحلة الحالية للنهوض بالمجتمعات العربية، وشدد على ضرورة الحياد في الصحافة ومراعاة الضمير المهني. قال الدكتور عبد الله الجحلان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين إن وفد الاتحاد خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، وقال الرئيس لا أستطيع التدخل في قضايا منظورة أمام القضاء وننتظر كلمة القضاء وحينها نحدد الموقف المناسب. حتى نقيم خطورة الإعلام في مرحلتنا الحالية في مصر، فقط علينا أن نرصد أن مثلا هناك من يقول أن الإعلام قادر على أن يكون
قاطرة للتنمية التوعوية في الشارع المصري عوضا عن الأحزاب مثلا. وهناك من يتخوف من أنه ربما يكون يدفع الشارع إلى عدم الوحدة وعدم الالتفاف خلف قيادته مثلا، مش عاوز أزيد في الأمر يعني. حتى أن رأس الدولة الرئيس السيسي نفسه التقى على ما أتذكر 3 مرات مع الإعلاميين والصحفيين، علم بأنه حتى اللحظة مثلا لم يلتقي بالرؤساء الأحزاب. إنما نرجع يا أستاذ عبد اللطيف لفكرة اختلاط الحابل بالنابل، هذه الحالة شبه الفوضوية أو شبه غير المنضبطة كما سميتها أنت، هناك من يرجحها إلى دخول يعني عدد ليس بالهين من الصحفيين المحترمين الزملاء في مجال الصحافة، دخولهم إلى عالم الهواء تحديدا. يعني مرة تانية هرجع هنا، أنا صحفي واشتغلت في التلفزيون، وأنا ممن اعتقدوا بأن هناك في مرحلة معينة من المراحل أن هناك فجوة ما بين العمل التلفزيوني في مصر وبين العمل الصحفي. نتيجة سنين طويلة من أداء بشكل معين ظل العمل التلفزيوني هو عمل تقليدي أقرب إلى الوظيفة، حتى في من يعملون خلف الكاميرا، أنا بتكلم على حتى المحررين أو المعدين، كانت المسألة تبدو وكأنها وظيفة أكثر منها صحافة. إعداد المذيعين في معظمهم يعني بيبقى إعداد في قدر من النمطية في التفكير، وفي فكرة الاعتماد على الشكل أكثر من الاعتماد على الموجود، واعتماد المذيع على المعدين من الخارج أو من الاير بيس، كانت بتبقى هي كلمة السر الأساسية في إدارة بعض المذيعين. في مرحلة معينة كانت تحتاج أنك تسد هذه الفجوة ما بين المذيع أو من يقوم بعمليات الإذاعة ومن يمارس الدور الصحفي، فكانت الحل أنك تأتي ببعض الصحفيين القادرين والمؤهلين واللي بيمتلكوا إمكانيات وقدرة التعامل مع الهواء. هنا المسألة مش أي صحفي يطلع يتكلم في التلفزيون أو حتى يتكلم، مش مجرد أنه يقدم برنامج، مش يقدم برنامج، وكما هو أيضا مش أي إعلامي يستطيع أن يمسك قلم ويكتب مقال. صحيح. المسألة صحيح. المسألة يعني هناك مذيعين يستطيعون أن يكتبوا مقالات ممتازة، وهناك صحفيين يستطيعون أن يعملوا الحكاية، لكن الفكرة أنك تتحول المسألة إلى مش أقول بقى صحفي أو غير صحفي، ولكن معايير الحضور ومعايير الحضور على الساحة ومعايير النجومية ومعايير الترتيب في نسب المشاهدة، أن يكون صوتك عالي، أن تكون متجاوز، أن يكون عندك حالة من حالات الهجوم المستمرة، أن يكون هناك حالة من حالات الصراخ المستمر، هي دي المشكلة الأساسية. مرة أخرى فكرة المهنية، أن تكون مهني أو غير مهني، هو ده المعيار الرئيسي والوحيد اللي ينبغي نحن نعتمد عليه في المرحلة المقبلة إذا أردنا أن نخرج من الأزمة اللي احنا موجودين فيها. وصل الأمر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر فكرة الإعلام، وذكر أنا هأسميها تخوفه من تراجع دور الإعلام مرتين كذلك على ما أذكر، مرة في احتفال عسكري، ومرة قريبا منذ يومين في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني رئيس عمر البشير. ربما أنا واحد من الناس تفاجأت أن تطرق المؤتمر الصحفي إلى دعوة من رئيس الدولة إلى الإعلام بأن يدرس كل كلمة قبل أن يقولها على الهواء. بناء العلاقات بين الدول، بين مصر والسودان، بيحتاج مننا كلنا، بيحتاج مننا كلنا إلى الحرص والعمل على أن العلاقات دي تستمر بالقوة والفعالية اللي احنا عايزينها، وده مسؤولية لينا كلنا، مش بس لمؤسسات الدولة، مش بس للإرادة السياسية للرئيسين أو للحكومتين، كمان لأجهزة الدولة الأخرى، للإعلام على سبيل المثال. احنا محتاجين نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها إذا كنا حريصين على أن العلاقات بين البلدين، مش بس بين البلدين، بيننا وبين، نخلي بالنا كلنا في كل كلمة بنقولها، لأجل أن العلاقات بين الدول تستمر وتزيد تقوى، وده بيحتاج مننا احنا كمسؤولين كمان لصبر. هكذا وصل الأمر ان في تخوف من قبل الدولة ان يتسبب الإعلام في أزمات دبلوماسية سياسية مع الدول الأخرى. إنما يبقى التساؤل أيضا، يعني أعتقد أنه يجب أن نسأله،
يمكن يا استاذ عبد اللطيف قبل الثورتين كان في القنوات الفضائيه الخاصه تقوم بدور المعارضه، وكانت تفتخر بانها الصوت الاخر. اليوم هل لدينا في الاعلام اي اعلام للمعارضه؟ ما شوف في الاستفتاء على الدستور، معلش انا لما برجع بحب اوضح المساله. في الاستفتاء على الدستور لم يخرج الذين كانوا يريدون ان يقولوا لا، ليس خوفا من تعنت السلطه او اجهزه الدوله، ولكن خوفا من المناخ العام والتيار العام المسيطر في تلك المرحله بعدم القبول بمن يقول لا. وبالتالي المجتمع نفسه في حاله، في مود عام، في جو عام، في مناخ عام بيرفض ان يكون هناك من يقول لا في مرحله من المراحل. اظن ان احنا بنمر بنفس المرحله في الوقت الحالي، اظن ان احنا عندنا حاله من هذه الحالات، حاله الاعلام الواحد هو تعبير ايضا عن المجتمع كله يتوجه في اتجاه واحد. ولكن اظن برضو ان هنا برضو على السياسيين وعلى الاعلاميين ان هم يدركوا هذه المساله وان يفتحوا المساحات. المعارضه ليست كفرا، وجود معارضة أو صوت آخر ليس حالة من حالات الخروج عن الجمع. المفهوم المعارضة الموضوعية هو الأساس هنا في هذه المسألة. وبالتالي اللي حصل النهاردة هنا ليس هناك إعلام معارضة، لأن ليس هناك معارضة في الشارع، ليس هناك إعلام يعبر عن أصوات أخرى مختلفة، لأنه ليس هناك أصوات أخرى مختلفة مسموح لها من قبل الناس في الشارع مش من قبل النظام أنها تتواجد. وبالتالي هنا برضو مرة تانية الإعلام انعكاس لهذه الحالة اللي بيعيشها المجتمع أكثر منه للحالة للتعبير عن رغبة سياسية أو رغبة سلطة أو رغبة نظام. رأينا في الفترة الأخيرة يا أستاذ عبد اللطيف ربما مفاجآت إعلامية. رأينا مثلا برنامجا كان الأشهر والأجدى اقتصاديا يتم وقفه. رأينا كذلك أن مذيعا زميلا اشتهر ربما يعني توجه ما كذلك اختفى من المشهد فجأة. هناك من يقول أن الدولة تحاول أن تسيطر حتى على مقاليد الإعلام الخاص. سؤال هنا، هذا الاختفاء هل هو اختفاء بقرار دولة أم أنه اختفاء لأن الناس قرروا أن يقاطعوا هذا التوجه أو هذا التعبير اللي بيعبر عنه هذا المذيع أو هذه المذيعة؟ اختفى هؤلاء لأنه لم يعد لهم قبول لدى الناس، اختفى هؤلاء لأنه لم يعد هناك من يقبلهم للتعامل معهم، اختفى هؤلاء لأن هناك أصبح حالة من حالات الرفض لهم من قبل المجتمع، وبالتالي من قبل القطاع الأعظم من المجتمع خلينا أسميه. وبالتالي دي ثقافة مصرية عامة، دي ثقافة شعوب بشكل عام، ان في حالة من الحالات تستطيع ان تقبل البعض وتستطيع الا تقبله. هذه هي المرحلة، هو دي المرحلة احنا بنمر بيها في هذه المرحلة، مرحلة الصوت الواحد داخل المجتمع وليس الصوت الواحد داخل النظام، هو هذا الفارق. وبالتالي خروج هؤلاء من المشهد او من الساحة ليس تعبير عن رفض للنظام او ليس تعبير عن اتجاه النظام الى حالة الأحادية، ولكنه تعبير عن ان هناك ايضا المجتمع ذاته بيتجه الى ذات الحالة. المجتمع وصل الى حالة من حالات الإجهاد الشديدة من الإعلام ومن أداء الإعلام ومما يحدث من الإعلام في خلال المرحلة الأخيرة، بحيث انه بيحمله مسؤولية اي فشل قادم، وبالتالي هذا هو ما يحدث في هذه المرحلة. مش عارف سيادتك رأيك ايه لما مثلا اقول لك ان في بعض القنوات الخاصة في الفترة الأخيرة قررت انها ربما تستغني عن الكثير من الزملاء، وقالت ان البلد في طريقها للاستقرار. فاحنا عندنا في مصر بنتكلم عن حوالي 30 قناة خاصة غير المخصصة للأفلام، انا ما اعرفش عددهم كام تقريبا، وبالمناسبة فيهم الإعلانات اكثر من الأفلام بالمناسبة طبعا. انما هل القنوات الخاصه برايك كلها مربحه؟ الهدف منها تجاري؟ القنوات الخاصه فيما اعلم كلها حتى الان غير مربحه، القنوات الخاصه لم تحقق اي ربح على الاطلاق. ما الهدف؟ لماذا ينفق راس المال عليها اذا؟ راس المال ينفق من اجل اما انك بتخلق دايما الاعلام بهذه الحاله بيعبر عن مجموعه من الاحتمالات، اما هو تعبير عن مصلحه اقتصاديه او مصلحه سياسيه او مصلحه مجموعه او فئات داخل المجتمع، او حاله من حالات الظهور او ايجاد شكل من اشكال القوه داخل المجتمع، او الرهان على المستقبل في انه يمكن ان تتحول المساله لحاله اقتصاديه. احنا بنسمع النهارده ان بعض هذه القنوات يتحول الى سعره اسعار خرافيه بيساوي مليارات، بس هذا الرهان قد يكون احد الاسباب اللي ممكن تكون الدافع لهؤلاء لان يكون لهم حضور في مجال الاعلام. انما النقطه الاهم الحقيقه فهي ان هذا الاعلام الخاص بيعطي لصاحبه كويس حضور خاص في المجتمع. هناك فارق بين ان اجي لك وانا صاحب مصنع او ان انا اجي لك وانا صاحب قناه فضائيه او الاثنين صاحب مصنع وصاحب يعني قناه، يعني دي مساله بتفرق كتير يعني.
ألا تعتقد أستاذ عبد اللطيف أن من الطبيعي أن تحاول أن تمد الدولة يدها لتوجيه الإعلام الخاص؟ هذا شيء طبيعي؟ أن تكون لك علاقات للتعاون وللتنسيق وليس للإدارة. أن يكون هناك اتفاق على أولويات أساسية وليس للدخول بمنطق أنك بتعمل حالة من حالات الإدارة والسيطرة. هو ده الذكاء في إدارة المسألة. أي دولة في الدنيا هيكون لها حالة، هيكون لها رغبة في أنها تكون موجودة من خلال الإعلام بشكل أو بآخر. هذا هو، لكن الذكاء كيف يمكن أن تقوم بهذه المسألة؟ شوف، السياسة ليست لعبة الملائكة ولكنها لعبة العكس، الواقع الواقعي. وبالتالي من حق المؤسسات، من مؤسسات الدولة أن يكون لها علاقة ما بشكل ما. دي مسألة مفهومة، ولكن تفهمها بأي شكل وبقدر من الذكاء هو ده السؤال. طيب بعد الفاصل، هناك من يقول، وبصراحة كده أنا منهم، يعني إذا كان لدينا مشكلة في الإعلام الخاص أو الإعلام المصري فلن ينصلح حال الإعلام المصري إلا عندما ينصلح حال الإعلام الرسمي، حال إعلام الدولة. لأن بمنتهى البساطة والصراحة والشفافية والمباشرة، إعلام الدولة فيما يعرف بإعلام ماسبيرو هو إعلام المواطن، هو يعني هذا الإعلام آتي من أموال المواطن، من ضريبة المواطن. إنما أنا كمواطن ما عنديش أي مشكلة إن أي قناة خاصة يكون لها توجه طبيعي مقبول، ده رأس مال حر بيعمل قناة عشان يبعث برسالة أقبلها. فإذا ما انصلح حال الإعلام الرسمي وأصبح مرجعا في أخباره وفي لقاءاته وفي موضوعيته وحياديته، ربما سينجر ذلك بالتبعية على الإعلام الخاص. والأسوأ والمصيبة، كل المصيبة، لو حدث العكس، لو انجر الإعلام الرسمي لحالة الإعلام الخاص حاليا. بعد الفاصل. أكد الدكتور محي الدين تيتاوي نقيب الصحفيين السودانيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب بعدم إثارة المشكلات الخلافية بين مصر والسودان، مضيفا أنه يجب العمل على تلطيف العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن دولة السودان ليست ضد مصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية حلايب وشلاتين وموضوع سد النهضة. أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن أعضاء لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية عن مجلس النقابة هم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال فهمي، وكارم محمود، وجمال عبد الرحيم، وخالد ميري، وخالد البلشي، موضحا أن الأعضاء عن المجلس الأعلى للصحافة هم جلال عارف، وصلاح عيسى، ومحمد سلماوي، ودكتور حسن عماد مكاوي، وحمدي مصلحي، ودكتور نور الدين فرحات. وأن الجلسة الأولى لهم ستكون جلسة تنظيمية لشؤون العمل باللجنة خلال فترة إجراء مسودة التشريعات. أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لن يفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، وسيتم إقرار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بالتوافق بين جميع الأطراف، وأن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل يستعين بها رئيس الوزراء في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام، مؤكدا أن الحكومة تدعم حرية الإعلام وتؤكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة. بالتأكيد فكرة الإعلام المحايد الصرف، المحايدة الصرفة، يعني المحايد 100% ده، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشوفه في الجنة. يمكن يعني ظني إن احنا مش هنشوفه غير في عالم، يعني عالم الحق، ولا حتى في النار ولا في الجنة، لأن هيبقى مش النار مش هيكون لهم حق كمان. إنما عشان نكون بس نتفق، يعني إنما فكرة الموضوعية في الأمر ربما أقرب شوية. الموضوعية نستبدلها بالحيادية. التلفزيون الرسمي، صدق أو لا تصدق، من كان يعني يسب، من كان يسب في صفحات الجرائد إبان ثورة يناير، صدق أو لا تصدق، أصبح الآن ينادى باتباع أصحاب الأقلام من قبل القنوات الخاصة، يقولوا للقنوات الخاصة اعملوا زي التلفزيون الرسمي. إنما التلفزيون الرسمي عنده مشكلة، لا يستطيع أن يواجه سيما في الإنفاق القنوات الخاصة. ايه الحل مع الاعلام الرسمي استاذ عبد اللطيف؟ الحل، هرجع للجزء من الكلام اللي قلته لك في بدايه الحلقه، هل هو ان تقرر الدوله ماذا تريد من الاعلام الرسمي، وهل تريد الدوله لهذا الاعلام الرسمي ان يتحول الى اعلام العام، الى الاعلام المملوك ملكيه عامه؟ اعتقد ان تحديد هذه الاستراتيجيه هو اللي هيحدد الى حد بعيد احنا رايحين لفين، احنا بنعمل ايه. الدوله عايزه الاعلام، الدوله ليه؟ هل عايزاه يقوم بشكل خدمي، ولا عايزاه يقوم بدور سياسي، ولا عايزاه يقوم بدور تعبوي، ولا عايزاه يقوم بدور تنافس؟
كل هذه الأمور ينبغي أن توضع في الأساس. مرة أخرى كلمة السر في المسألة الفكر العلمي، أن نفكر بعلم. ماذا نريد؟ العلم بيعني في النهاية أن تضع رؤية في النهاية، رؤية في البداية، أن يكون لديك رؤية وتحدد مجموعة الأدوات اللي بتتعامل معها. سؤال هنا، هل لدى الدولة رؤية لدور الإعلام سواء خاص أو دولة؟ أعتقد أن هذه الرؤية غير موجودة بشكل واضح لدى الدولة. الدولة لم تحدد حتى الآن ماذا تريد من إعلام الدولة. الدولة حتى الآن تتعامل مع إعلام الدولة باعتباره أحد الأعباء التي ينبغي حل مشكلتها الاقتصادية في الأساس قبل أن نتعامل معه. أنا أتفق مع إعلام الدولة بيشكل أزمة اقتصادية، بيشكل مشكلة اقتصادية كبيرة، ولكن لكل مشكلة حل. ولكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أيضا أن حل مشكلة عمرها تجاوز 50 سنة يحتاج على الأقل إلى عدة سنوات لحلها. لا يوجد هناك عصا سحرية ولا يوجد هناك مصباح علاء الدين، للأسف ده برضو مرة تانية ده في الأساطير وفي الروايات ولكنه غير موجود على أرض الواقع. وبالتالي المطلوب الآن رقم 1 أن تحدد دولة رؤية. سؤال، ماذا أريد من الإعلام الرسمي؟ وهل أريد أن يتحول إعلام عام أم لا؟ 2، على الدولة أن تتخذ قرارات جريئة بتخليص الإعلام من مما يثقله اقتصاديا وبشريا، بمعنى أن تعوم هذه المؤسسات اقتصاديا. تلفزيون وصل معرفش ديونه لـ 20 مليار أظن أو حاجة أو أقل بشوية، مش عارف الرقم، ولكن ينبغي على الدولة أن تتخذ قرار بالتعويم مقابل تحديد دور، مقابل تحديد وضع في الميزانية وعلاقة معينة بمؤسسات السلطة، مقابل مساحة واضحة من الأداء ومساحة واضحة من الحرية في التعامل معه، مقابل أن المجموعة الكبيرة داخل مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال ينبغي إعادة تأهيلهم. في كلمة أصبحت كلمة سيئة السمعة اللي هي إعادة الهيكلة، على الرغم من أن كلمة إعادة الهيكلة دي كلمة مش كلمة أبيحة ولا حاجة، دي مع الداخلية بتعمل حساسية، دي كلمة مع الداخلية ومع التلفزيون. إعادة الهيكلة بتعني ببساطة أن أنا أعيد هيكلة الشيء حتى يستطيع أن يؤدي أداء صحيح. على دولة أن تخرج وتحدد موقفها. الدولة لا تستطيع ولا تملك أن تخرج موظف من مكانه أو توقف عامل عن أن يعمل أو مذيع عن أن يعمل، ولكن على الدولة أن تعيد تأهيل ما تمتلك من أصول، منها الأصول البشرية، لكي تقوم بالدور المناسب والصحيح بتاعها. وبالتالي بقول أنا بشوف أن الدولة عليها النهار أنها تأخذ قرار في الأول خالص. دايما السؤال البسيط في الأول، السؤال الأكثر بساطة على الإطلاق هو أنت عايز إيه؟ تسمح لي يا استاذ عبد اللطيف اقول على غير المعتاد، طالما اعترفنا ان مفيش اعلام محايد اقول رايي، تسمح لي اقول رايي وارجو تصححوا لي. اتفضل. لان في نهايه الامر انا ابن هذه المؤسسه، يعني لو قدر لي مثلا، لو قدر لي مثلا وكنت وزير اعلام مثلا يعني، او حتى رئيس الهيئه القادمه شبه لك، يعني لو يعني مثلا او اي شخص غيرك اوتي به، وهناك اراده سياسيه، اراده سياديه بان يكون هذا المبنى هو اعلام للمواطن، نقطة، لن يستغرق الأمر إداريا مني سوى نصف دقيقة. ننحى أخاطب كل رؤساء القطاعات وأقول لهم اشتغلوا براحتكم، وحينها ربما بعد 3-4 شهور يكون هذا المبنى قادر على إحراج شديد لكل القنوات الخاصة. توافقني؟ لا. طيب تفضل. هناك نموذج لأحد المسؤولين لست في حل كويس من ذكر اسمه، كويس، كان يعتقد قبل أن يدخل إلى المنصب بأن المسألة تكمن في المسؤول الأول في المكان الوزير. اللي هو فيه وزير مثلا، تمام، وإذا جاء وزير قادر بالفعل هيقدر يعمل حاجات كتير قوي. هذا المسؤول الأول بيبحث عن طريق الآن للخروج، لأنه اكتشف أن المسألة مرتبطة مش بالرجل الأول، إنما المسألة مرتبطة بسيستم كامل، بنظام كامل. هناك حالة من حالات المقاومة الشديدة للتغيير، ودي مسألة مفهومة. وفي حالة مجتمع منفلت نسبيا، وفي حالة مجتمع غير قادر على أن يجد طريق واضح الملامح يسير فيه، دي حالة صعبة أنك تديرها. وبالتالي لا، المسألة مش مجرد أن أجيب رؤساء القطاعات. رقم 1 في الأساس عشان تقول لي أن الإعلام ده أصبح إعلام، أول حاجة لازم أشيل كلمة قطاع. يعني قطاع الأخبار وقطاع التلفزيون. ألا يوجد هناك تدخل سياسي في إدارة العمل اليومي بالتلفزيون الرسمي؟ لا، ما فيش حد بيقول خدوا ده الاول وده الاول. المساله طب فصل ليه مثلا عدم ظهور حمدين صباحي مثلا في التلفزيون منذ الانتخابات الرئاسيه، هل ده شيء يعني مقبول منطقيا مثلا؟ لا غير مقبول، بس في حاجه هنا برضو، هنا حاجتين الحقيقه عشان بس اكون دقيق في المساله.
هنا المسألة مرتبطة في الأساس رقم واحد بالمود العام، المناخ العام اللي اتكلمت عنه، اللي هي فكرة الناس رفضة القطاع العام. الناس تعبت. يعني أنا أحد الأصدقاء وبيعمل مراسل في أحد المحطات التلفزيونية قال لي إن قابلت الناس في الشارع شافوني وإحنا بنصفر، قالوا أنتوا جايين تعملوا إيه؟ أنتوا خربتوا البلد، كفاية كده. أحد الأصدقاء الآخرين بيكلم بيقول لي البرامج التوك شو الليلية اللي هي أصبحنا بنكرهها، لازم أحط النهاردة يومين، لازم أحط يوم 3/7 مثلا 5/7/2013 كويس، وكان الإعلام هو الشخص هو الـ 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 الجهة ولا المكان ولا الأشخاص أصحاب الـ 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 المكانة والحظوة لدى كل المواطنين تقريبا، أنهم قادوا أو شاركوا في قيادة التغيير، والإعلام النهاردة بيتعاملوا معاه إزاي؟ أنا أعتقد أن كل واحد بيشتغل في المكان، كل واحد بيقف قدام الكاميرا دي النهاردة بيتكلم، كل واحد النهاردة عنده برنامج زي البرنامج بتاعك، عليه أنه هو يتوقف للحظة. هل هيوصل للمرحلة أنه هو يمشي مرة في الشارع ويتدارع عشان الناس ما يشوفوه؟ سلم ما يشوفوش. بدل طيب. هل تؤمن، مش أعتقد، هل تؤمن بأن هناك حربا من القنوات الخاصة ضد الإعلام الرسمي؟ أحد الأخطاء الأساسية أن نتعامل بأن هناك تنافس بين الطرفين. حتى في الفترة اللي كنت موجود فيها في داخل الإعلام، ذروة المجد، أنا يعني كنت بعتقد الإعلانات في التلفزيون مصر، وكانت ذروة المجد للمحطات الخاصة في نفس الوقت. اسمح لي بس، ساعتها في رمضان في 2010 تحديدا حدث أن حتى الخريطة الإعلانية تغيرت في النصف الثاني من رمضان، وذهب كلها مش كلها إلى التلفزيون المصري. هنا جايز ده جزء من المسألة اللي كنت أنا أخذ، أنا كان عندي موقف منها. يعني أنا كان دايما ممن يرى بأن الإعلام، إعلام الدولة، أنا كنت بعتبره في وقتها اللي بسميه إعلام دفيع الضرائب، ده كان وجهة نظر كنت ما أسعى أن أنا أعمله، وإعلام الدولة المملوك ملكية عامة، كان الغرض منها أن إعلام الدولة لا ينبغي أن ينزل إلى الساحة ويتنافس الكتف بالكتف مع الإعلام الخاص. بالعكس، كانت وجهة نظري أن هو إعلام الدولة عليه دور في معاونة الإعلام الخاص لكي يصل إلى المرحلة التي يمكن أن نصل فيها في مرحلة تالية، أن يكون هناك إعلام للدولة قوي وإعلام خاص قوي. كويس، مش هقول إعلام مستقل، إعلام خاص قوي. ده هو الدور، دور الإعلام الدولة أن يكون معبر عن التوجهات الأساسية لقطاعات الدولة المختلفة، وأن يكون راعي وداعم للإعلام. ليس هناك تناقض بين الإعلام الخاص وإعلام الدولة. من الخطأ أن ينظر الإعلام الدولة إلى الإعلام الخاص باعتبره مناسب، ومن الخطأ أن يحاول الإعلام الخاص أن ينحي إعلام الدولة جانبا. طيب، فهمني يا أستاذ عبد اللطيف، كيف فتحت القنوات المصرية الخاصة كلها، مش كلها بقى، كلها النار بشراسة وقساوة على التلفزيون الرسمي إبان ثورة يناير، والآن بعد 3 سنوات يرددون كل ما قيل على شاشة الهواء؟ فسرهاري إذا ما كانش في حرب. لا، هنا برضه أنا أقول من الخطأ، مش أقول ما فيش حرب، أنا أقول من الخطأ أن يكون هناك حرب، من الخطأ أن يضع الإعلام الخاص، إعلام الدولة، باعتباره العدو الذي ينبغي إزاحته عن الساحة الإعلامية والساحة الإعلانية، ومن الخطأ إعلام الدولة أن يعتقد أن الإعلام الخاص يأتي لكي يزيحه عن مكانه. ينبغي أن الإعلام في أي مجتمع صحي، وعشان كده بقول إحنا انعكاس للواقع، هو انعكاس لحالة المجتمع. أي إعلام صحي هو إعلام يحمل إعلام الدولة ويحمل إعلام الخاص، يحمله ويحميه. أنا بتكلم بالمعنيين. فيما يتعلق بيناير 2000، بما حدث بأحداث يناير 2011، أنا بقول إن هي حالة برضو مرة انعكاس لحالة المجتمع. حالة المجتمع في وقتها كان في مود عام، المود العام سيطر على الناس كلها إن في حالة من حالات الخيانة، خيانة الجماهير وخيانة كذا، وحملوا الإعلام المصري في ذلك الوقت، الإعلام الرسمي في تلك المرحلة، المسؤولية الكاملة عن تلك، في حين أن الأبسط الأمور والقواعد إن هؤلاء الناس لو عادوا ونظروا لما هو موجود بالفعل ولما أذيع بالفعل ولما قلته أنت شخصيا في يوم من الأيام، بس عشان أحتاج أوضح بس. بس لو الناس رجعوا وشافوا الكلام ده بالفعل بمنطق، شوف، في مرحلة من مراحل الأمم المنطق يغيب، حديث المنطق في حالة اللامنطق هو شكل من أشكال اللامنطق. كويس. طيب، وبالتالي في مرحلة كان مش ممكن أبدا، في مرحلة الصوت الهادي أو الصوت العاقل لم يكن له مكان. عشان كده أنا جيت في مرحلة فضلت سنة كاملة لم أتحدث على الإطلاق، لسبب بسيط جدا، أن الحالة كانت حالة من حالات الصراخ، حالة من حالات اللامنطق لا يجوز فيها حديث المنطق. طيب، أنا هضطر بقى للتوضيح، فضل أرجوك، أسف الإطالة يعني، أرجوك للتذكير. يعني اظن ان احنا واحنا في صحبتنا استاذ عبد اللطيف مش هنقدر
نمر مرور الكرام على فترة يناير، ثورة يناير أو أحداث يناير، يعني حسب ما سيادتك عاوز تسميها. أحداث يناير. إنما للتوضيح فقط، أولا أنا ابن هذا المكان، أنا شرفت بالعمل مع أستاذ عبد اللطيف من 2005 ل 2011. وللتوثيق وللتأريخ، إن الإعلام الرسمي شهد أمواجا من الضغط غير مسبوقة إبان ثورة يناير، أمواجا من الضغط غير مسبوقة. وعندنا في مصر في مشكلة رهيبة جدا، فكرة إن التاريخ حتى الحديث بيضيع بين أيدينا، مش عارفين نمسكه. يعني ما يقال ما كان خطأ بالأمس هو الصواب اليوم. مثلا أنا شخصيا كواحد مصري عندي 42 سنة، ما عرفش مين عمل حريق القاهرة في 52. في ناس بتقول الإخوان المسلمين، في ناس بتقول الحرس الحديدي التابع للملك. أنا مثلا ما عرفش إزاي يعني عبد الحكيم عامر مات، ما عرفش. الناس بتقول سلم روحه إلى الله، الناس بتقول سلمت روحه إلى باريها. أنا ما عرفش إلى الآن إلا حدث في مصر في 86، أحداث الأمن المركزي. أنا ما عرفش كيف تمت ولماذا تمت إقالة المشير أبو غزال، وقيس على كده كتير جدا. حدث بعد ثورة يناير أن ظهر على التلفزيون الرسمي اللواء إسماعيل عثمان مدير إدارة الشؤون المعنوية، ورفع كل الحرج عن هذا الرجل ضيفنا اليوم أو ضيفنا اليوم، وقال حتى بس الناس نسية مش عارف، قال إن هذا الرجل ومن معه هم أبطال قاموا بدور وطني، وإنه في حل من ذكر التفاصيل، وإن التاريخ سيحكم بنفسه على ما فعلوا. ممكن نتابع ونتذكر هذه الكلمة. أنا شخصيا وادد بشدة إن أنا أسمعها تاني. كلمة حق تقال، وهذا التاريخ سوف يسجل، ولا نعرف ما يدور فيه إلا بعد حين وحين. بأشكر العاملين في قطاع الأخبار، لأن لولا قطاع الأخبار ما كنا حققنا معظم اللي حققناه ده، لأنهم كانوا أبطال. أنا كان بيجيني بلاغات من التلفزيون الحقونا، ودي حقيقة ونأمن، ولكن الناس اللي صمدت هما دولة الرجال الشجعان. مش هتكلم على المشاكل ومش هتكلم على الأخطاء يا أستاذ محمود، أنا بتكلم عن كلمة حق. وهناك أسرار كتيرة بتدور قد لا نبوح بيها، ولكن لها وقت. وأنا بقى في الآخر مش عايز بقى أقول إيه اللي حصل ولا أبرر مواقف ناس، بس بقول الراجل اللي قدامك ده أنا ما كنتش أعرفه، أنا عرفته من خلال الفترة اللي تعاملنا معاها، وكان رجل على حق، وهو اللي ساعدنا في تهدئة المواقف واتخاذ القرارات السليمة، لأن كان عليه ضغوط مش هنتكلم فيها دلوقتي. حتى اللواء إسماعيل عثمان نفسه بشحمه ولحمه ذكر كلمة الضغوط اللي أشارنا إليها قبل الكلمة البسيطة. إنما أنا دايما بسأل نفسي سؤال منذ هذه اللحظة، ما الذي دفع اللواء إسماعيل عثمان وهو عسكري، ومعروف إن العسكريين دائما في طبيعتهم العملية بيحبوا إن هم يبعدوا عن الكاميرات أو الظهور، ما الذي دفعه إلى الدخول على الهواء أستاذ عبد اللطيف؟ أنا أعتقد اللي دفعه هو تلك الحالة اللي كانت موجودة وانعكست في أسلوب الأستاذ محمود في وقتها وفي يوميها في أيامها، حالة الهجوم الشديدة والتعامل زيادة على الزيادة، يعني بالضبط التعامل مع، يعني أنا اليوم ده تحديدا، يعني أنا عادة لا أقرأ ما كتبت عندما ينشر، ولا أشاهد أي حوارات بعملها بعد ما تذاع، يعني عشان الجزء دي من المرة الأولى اللي بشوف فيها الكلام ده مرة تانية بعد ما سمعته وأنا في الاستوديو. أنا لما خرجت في اليوم ده أنا خرجت لسبب وحيد، وجاز أنا قلته لك في وقتها وقلته للزملاء في وقتها، أنا خرجت في هذا اليوم فقط لكي أرفع عن عاهل كل من عمل معي، كل من عملنا معا في تلك المرحلة، أي إحساس بالذنب أو أي إحساس. مش من حق أي حد أنه يدفع إنسان قام بدوره أنه يخلي أنه يوطي راسه أو يودي عينه ناحية تانية أو يكسر عينه. الناس اللي اشتغلوا يوميها بلا استثناء، وجايز دي فرصة يعني أنت رجعتني ليها، أن أنا بوجه ليهم جميعا كل يعني وأسمى أشكال التقدير والتحية. الناس اللي وقفوا واللي قعدوا في يوميها كل بلا استثناء كانوا موجودين، لأن هم كانوا شديدي الوطنية، شديد الوطنية بشكل غير مسبوق. أنا دايما بتذكر الفترات اللي ذكرها اللي هو إسماعيل عثمان دلوقتي اللي بيتكلم عن البلاغات، كلمت فيها عن إزاي أن الناس تحولوا في يوم من الأيام، حتى شبهتها فيما كتبت في الكتاب اللي كتبته، إن هو شبيه باللي بنشوفه في الأفلام أو في الواقع في بعض الأحيان في المعارك،
عندما يتحول الجميع في حالة من حالات النبل الإنساني الغير طبيعية، الإنقاذ والعلاج ودماء شديدة وحالة من حالات الفوضى الشديدة، لكن حالة من حالات النبل في السلوك وفي التصرف، الناس تتحول يوميها إلى الجميع بينسى هو بيشتغل إيه ودوره إيه، ويتحول إلى واحد يحاول يعتقد بيقين في وقتها وبوطنية حقيقية في وقتها أنه بيفعل الصواب والصح من أجل هذا الوطن من أجل هذا البلد. الجميع اشتغلوا يوميها الفترة دي كلها. ما اعتقدش ان احنا اظن انت يعني شاهد من الحضور اللي موجودين، وانا كنت حتى اتوقع، انا ما كنتش اتوقع ان انت من الناس اللي هيستمروا للاخر، لكن انت اظن شاهدت وشفت الناس كلها، لانه ممكن يكون موقفك موقف عندك انتقادات للنظام وموقفك هو الاسهل والاقرب ان تذهب الى الطرف الاخر. اعتقد الجميع اللي فضلوا يوميها وقتها 18 يوم دول استمروا بإرادتهم، استمروا بقرارهم، استمروا لإحساسهم بأن في دور حقيقي لديهم، استمروا بأن هم لديهم شعور بمستويات مختلفة أن هناك أن الله وضعهم في هذا المكان في هذا التوقيت في هذا الموقف لأن لهم دور معين بيعملوه. طيب أصابوا أم أخطأوا؟ دي مسألة تترك لحكم التاريخ. أنا هستعير في الحالة دي كلمة الرئيس مبارك، هنترك التاريخ ليحكم لنا أو يحكم علينا، ولكن لا ينبغي على الإطلاق أن يتم التشكيك في وطنية أي إنسان مارس في تلك الفترة دوره اللي اعتقد في وقتها أنه هو الدور الحقيقي والصحيح اللي هو كان بيعمله. طيب أستاذ عبد اللطيف، إمتى هنعرف تاريخنا الحديث؟ يعني إمتى جيلي مثلا هيعرف إيه اللي بيدور في البلد؟ لماذا بعد ما يقارب من 4 سنوات لا يعلم المصريون يعني تفاصيل مهمة للغاية مما حدث في 18 ليلة من أيام الثورة؟ تفاصيل مهمة للغاية، حتى سيادتك في الكتاب ربما يعني تجنبت الذكرى. لا هقول لك، شوف أنا دايما بقول كما ذكرت أن الفكرة فكرة ما حدث، هناك قصة غير لم تروى بعد لما حدث في مصر طول 4 سنين اللي فاتوا، هناك قصة لم تروى، وأنا بأكرر مرة أخرى النداء إلى كافة الأطراف في كافة المواقع المختلفة أن عليها أمانة تاريخية أنها تذكر ما حدث على الجهات. لازم نقول وأظن كلنا بيعرف دلوقتي هناك تسجيلات موجودة، هناك حقائق موجودة، هناك تقارير موجودة، هناك شهود حقيقيين موجودين يعرفون الأجزاء التي كانوا موجودين فيها ماذا حدث فيها. أنا أعتقد على النهاردة لأن في دولة وهناك رأس للدولة، أطلب من الرئيس السيسي شخصيا أن يكلف جهة بتوثيق حقيقي لما حدث اعتمادا على الوثائق وعلى التسجيلات وعلى الشهود الموجودين في كل المراحل اللي فاتت كلها. ليس بالضرورة على فكرة أن يخرج هذا التوثيق للنور الآن، ولكن هناك ده دور والتزام على من يرأس الدولة الآن بأن يسجله للتاريخ للقادم. قد لا يكون من المناسب إذاعة في الوقت الراهن، قد لا يكون من المناسب شرحه وعرضه في الوقت الراهن، ولكن ينبغي كتابته، لأن مرة أخرى هناك قصة لم تروى بعد. وأنا بأطالب أيضا كل من كان موجودا في تلك المرحلة ولديه شهادة عليه أنه هو يضعها، كل من كان حاضرا في منطقة من المناطق في جزء من الأجزاء في دور من الأدوار عليه أنه هو يضع شهادته، وأنا بطالبك أن أنت تحط شهادتك كمان في الوقت اللي طيب. طالما الأمر هكذا، طالما الأمر أصبح هكذا مش هكذا، أنا بس حريص في النهاية إلا أن نعرف التفاصيل، فأنا هقول لسيادتك حاجة وحترك لك حرية التعقيب. وصل الأمر في التفاصيل وفي أمواج الضغط حينها على الإعلام الرسمي أن جهات أمنية قامت بوضع حواجز حديدية على نوافذ الدور الخامس في ماسبيرو لأن لديهم معلومات بين هلالين مؤكدة بأن ثمة تنظيما ينتوي قنص أي حد أي شخص بيمر في الدور الخامس فينهار، تحدث حالة من حالات الذعر فتبقى الشاشة المصرية اللي على النايل سات سوداء. إيه هو الدور الخامس بس عشان الناس تعرف؟ الدور الخامس هو قطاع الأخبار يعني اللي هو اللي كان حوالي 20 واحد كلنا قاعدين في الدور الخامس. معنا دقيقة للأسف شديد. في دقيقة هقول إن علينا أن نطلب مجموعة تساؤلات. نحط دي، لماذا كان مبنى التلفزيون الذي يتهم في تلك المرحلة بأنه مبنى مشلول وأنه لا يعبر عن الشعب ولا يعبر عن الجمهور كان هو الهدف الرئيسي لمحاولة اقتحامه؟ لماذا تمت محاولة اقتحام هذا المبنى أكثر من مرة؟ لماذا كان التركيز على هذا المبنى؟ لماذا كان الهجوم المستمر على من يقود العمل في تلك المرحلة حتى خروجه وتوقف العمل تماما والحديث تماما عن المبنى؟ لماذا كان تحضير البيان رقم 1 لكي يتم إذاعته من داخل المبنى؟ ودي معلومة أنا بقولها النهاردة أن هناك معلومات أصيلة وأكيدة عن أن هناك يوم 4 فبراير
كان مقرر أن يكون هناك إعلان البيان رقم واحد، وأن يتم اقتحام المبنى، وأن يتم إذاعة البيان، وتم تشكيل الفريق الرئاسي في تلك المرحلة بتنسيق داخلي مع قوى غير مصرية. تفضل اختم البيان. بس أول حاجة افتكرتها وسيادتك بتتكلم، وصل الأمر في مدى لأن يوم 28 مساء 28 جمعة الغضب وصل المتظاهرون إلى مكتب أستاذ عبد اللطيف نفسه جوه المكتب. أستاذ عبد اللطيف المناوي الإعلامي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. أشكرك مرة أخرى، وشكرا لكم ودمتم في حفظ الله وأمنه، وإلى اللقاء.